اليوم كان عندنا لقاء تنسيقي مع مختلف الجمعيات في الإقليم، خاصة الجمعيات اللي كتهتم بالمرأة وبالطفل، في إطار حملة الوطنية اللي كتقوم بها وزارة الصحة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه السنة تحت شعار 1000 يوم الأولى من صحة الطفل. في هذا اللقاء ركزنا على 3 مواضيع. الموضوع الأول لصحة الأم وتغذيتها، الموضوع الثاني اللي هو الرضاعة الطبيعية، والموضوع الثالث للتغذية التكميلية. وفي هذا اللقاء تكلفوا الجمعيات باش يقوموا بحملات توعية من الجانب ديالهم لفضل النساء والأطفال، وذلك لتمرير السلوكيات الإيجابية في إطار تغذية سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم اليوم بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم النواصر لقاء تواصلي مع الجمعيات المحلية التي تشغل على المرأة والطفل. وبهذه المناسبة اللي تم هذا العرض، تم عرض حول 1000 يوم الأولى من حياة الطفل وما لها من أهمية في على الطفل والأم. بعد العرض الذي قدمته الدكتورة الطيوري حول هذا اليوم التحسيسي، تم هناك نقاش من جميع الجمعيات والتساؤلات اللي تم الجواب عنهم، وكذلك تم هناك تواصل ما بين الفعاليات المجتمع المدني والمندوبية. حضرنا اليوم الحملة التحسيسية اللي نظمتها الدكتورة الطيوري والدكتور مريمي بخصوص 1000 يوم من حياة الطفل، اللي كتنقسم لثلاثة المراحل. المرحلة الأولى اللي هي الحمل، من بعد الرضاعة، من بعد أبخي الرضاعة كاين المرحلة اللي كتجي الموالية، هي المرحلة من الولادة ل6 أشهر اللي كتكون بريمورديال بالنسبة للطفل. بالنسبة لهذه المراحل مهمة بالنسبة للطفل، حاولنا أننا نعرفوا الأهمية ديالها، الأهمية ديال الرضاعة اللي خصها تكون أي أم واعية بالأهمية ديالها. هذا الشيء اللي حاولوا يطرقوا ليه الدكاترة، حاولنا نطرقوا الأهمية ديال هذه الرضاعة في الديفلوبمون ديال الوليدات، لأن السنتين الأولى من طفل 80% ديال الدماغ ديالو كيتكون في هذه المرحلة هذه، بمعنى أن هاد الحملات التحسيسية غادي تلعب دور كبير في النمو الإيجابي ديال الطفل. وكنتمنى هاد الحملات يتعموا باش كاع الأمهات يستافدوا من هاد المعلومات هادو البناءة. شكرا.